انه بجننوا وحسب السؤال. بتلاقي في شيء مشترك بين نانسي اليسا وهيفا ولا كل وحده بتجنن بمطرح معين؟ لا كل وحده عندها شيء مختلف اكيد عن الاخرى. لو ما مختلفه عن الاخرى شو عندها نانسي؟ نانسي شيء من اللي عندها اياه كيوت لذيذة كيوت. وفنياً؟ فنياً أكيد لو ما عندها شيء فنياً حلو ما كانت وصلت. أكيد صوت وكيوت و... أوكي. إليسا؟ إليسا نفس الشيء. إليسا ستايل مختلف جداً. عندها كلاس وصوت كتير بتبدع بالكلاسيك. هيفا؟ هيفا ظاهرة ما بتتكرر. أوف. ظاهرة عن جد ما بتتكرر. بتحبيها؟ أي. يعني ظاهرة هيفا مختلفة جدا. مين أشهر؟ أنت أو هيفا؟ أنا أو هيفا؟ لا أنت بالشهرة. لا ما بيصير وحدة تجاوب أو تعطي رأيها بحالة. أوكي. هذا غرور. اوكي عرفتي كيف؟ وانت حضرتك اعطينا انا ملا سؤال كمان معقوله؟ طيب على كل حال انا بحبها كثير لهيفا ومره ذكيه وعرفت كيف تثبت حالها. طبعا بنحييهم كلهم. عنوان ايضا اخر عرض